بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم 22/3/2021، راح نبلش بالشابتر الثالث. الشابتر الثالث بتحدث عن السترينج. أفرد المؤلف الأمريكي للسترينج للجمل شابتر لوحده. ليش؟ خلينا نشوف ليش أفردها وشو الأهمية من ذلك. بداية بحكي، وانتبهوا لأول جملة بالشابتر، sequence of character، هو سلسلة من الأحرف. فلو جينا لهون، سامي go to عمان، الحرف الأول، الثاني، الثالث، الرابع، والخامس الحرف الفراغ، وهكذا كل حرف له وزن. الآن بيتم تخزينهم بين single quotation، بتبلش بsingle quotation بتنهي بsingle quotation، أو double quotation بتبلش بdouble quotation بتنهي بdouble quotation. لو جينا على البرنامج، أنا مجهز هنا برنامج اسمه string chapter 3 للطالب فادي بده يبلش يبرمج به string. فمثلا لو قلنا أول متغير من نوع string مثلا فادي ان سي اس 111، بنعرف هذا الشيء ومر معنا قديما، يعني مش شيء جديد. برنت اس راح يطبع لنا الجمله از اتس. الان اول ملاحظه، لو كان مثلا فاديه وفي بالاسم حرف كحرف اللي هو السنجل كوتيشن العلويه، هاي مع الاي، السنجل كوتيشن العلويه مع الاي، الان انقطعت السنجل كوتيشن، انقطعت هون، فصار في خطا. بحكي لك لازم انت تستخدم السلاش، هاي الباك سلاش، فهاي تدل على انه من ضمن الكلام، من ضمن الكلام، من ضمن الحكي في الحرف هذا اللي هو سنجل كوتيشن. فلو جينا طبعناها بطبع لنا اياها فاديه، وبطبع الحرف هذا اللي هو السنجل كوتيشن، طبعا ما بطبعش الباك سلاش، بعتبر انها انه تنبيه للحرف. الان المشكله بتتلاشى اذا انت بلشت بدبل كوتيشن وانهيت بدبل كوتيشن. اذا انت بلشت بدبل كوتيشن وانهيت بدبل كوتيشن بدل السنجل كوتيشن، فيش داعي للحرف هذا توضعه انت، ما في داعي، وضعته او ما وضعته ما فيش داعي، فبيطبع لك اياه فاديه لانه السنجل كوتيشن ما انقطعت. بلشت انت بدبل كوتيشن وانهيت بدبل كوتيشن، السنجل كوتيشن هاي ما استخدمتها انت للسترنج، استخدمتها انت كحرف بدل الحرف اللي بالعربي هذا اللي بنستخدمه احنا، سامية، فادية، ممكن يكون فيهن احرف علاء او آلاء، زي هيك بعض الاسماء احنا بنستخدم فيها السنجل كوتيشن. فهاي اول فكرة هو شارحها هون، هو عبارة عن نوع سترينج. الان الفكرة الثانية بيحكي لك لو كان في عندنا اكثر من سطر، خلينا نرجع للبرنامج، لو كان في اكثر من سطر فادي أو فادية in class، وكمان بدنا سطر ثاني مثلا she go to عمان، وفي سطر رابع وفي سطر خامس، صفحة كاملة تابعة لسترينج واحد. الآن لازم يكون في triple quotation، وتبلش بtriple quotation، تبلش بتريبل كوتيشن وتنهي بتريبل كوتيشن، ثلاثة وثلاثة أو السنجل. فهذا كل الكلام هذا يساوي الأس، كل الحكي هذا، فهي رن بكل الجملة هاي أو الجمل هاي هي تساوي الأس لو كانت صفحة كاملة. إذا اضطريت أنت بدك تخزن صفحة كاملة، بتقدر تستخدم التريبل، الثلاثة دبل كوتيشن أو الثلاثة سنجل كوتيشن. طبعا لو أنه بلشت انت بثلاثة سنجل كوتيشن، هاي واحدة ثنتين ثلاث، واحدة ثنتين ثلاثة، بدك تحط واحدة بديلة لهاي لانه انت بلشت بالسنجل كوتيشن، وهون تنهي بثلاثة سنجل كوتيشن. اذا بلشت بسنجل كوتيشن بدك تنهي بسنجل كوتيشن، نفس الشيء. بيحكي كمان بيقول انه انت بتقدر تستخدمهم للكومنتس، الهاش للكومنت واللاين، الثلاثة دبل كوتيشن للسنجل للكومنتس. فهون مثلا احنا مستخدمينها بالاعلى، هاي الهاش للسنجل كوتيشن، كومنتس يعني انك انت تكتب ملاحظات ببرنامجك ما بدها تتنفذ، وهي هون كاتبين ملاحظات اسم المبرمج ومش عارف ايش. بامكاننا هون نقول اس 1 تساوي، وهون نطبع اس 1، راح يطبع لنا اللي بالاعلى، فهذول الثلاث دبل كوتيشن بين انه راح يطبع اللي بالاعلى. هاي رن اس 1 راح يطبع لنا الكرييتد ومش عارف ايش اللي هون موجوده.
بس بيعرفنا على هاي الاشياء وهاي الاشياء احنا بنعرفها. الان السلاش ان والسلاش تي لايش يستخدمن؟ السلاش ان خلينا نرجع لهون على السطر الواحد ونعمل هون سلاش ان سلاش ان ونعمل برنت للاس نشيل هاي اللي هون. الان السلاش ان بتفتح سطر جديد، لاحظ فاد يا ان وعلى الصف الثاني او على السطر الثاني سي اس 110 او 110 انتم شو بدكم 110 مش 111 سي اس 110 هذا بالنسبه للسلاش ان بتفتح سطر جديد. السلاش تي تعمل الفراغات الاندنتيشن بتبعدهن بتخليهم بنفس السطر بس تعمل الاربع فراغات تظل هاي سلاش ان وسلاش تي. الان كل حرف بما انهن هن سيكونس اوف كاركتر كل كاركتر له وزن له قيمه بالاسكي كود. كيف بنعرف القيمه؟ لو اجينا قلنا له في امر او فانكشن من نادي اسمه او ار دي هاي برنت او ار دي للرقم للحرف اي كابيتال راح يطبع لنا. انتبهوا عندي هون هسه في اسئله راح اسالكم عنها. او ار دي او ار دي اي راح يطبع لنا الرقم 65. اذا الحرف الكبير اي لما نستخدم الفانكشن او ار دي بنعرف انه وزنه 65. البي كلياتكم راح تقولوا البي كابيتال طبعا 66. السي كابيتال 67 فيش داعي نجربها. الان الاحرف الصغيره، الاحرف الصغيره بتبلش من 97. حرف الصغير اي 97. حرف الصغير سي راح يبلش 98 99. فاذا دائما قيمه الفاليو تبعت الحرف الصغير اكبر من الحرف الكبير من الكابيتال لتر. من ننتبه الاي سمول لتر بتبلش ب 97 الاي كابيتال لتر بتبلش ب 65. هذا بالنسبه للاو ار دي للاحرف لوزن الاحرف. السؤال الاول بالشكل التالي، لو كان عندنا هون او ار دي للاس وكانت الاس تساوي الحرف دي كابيتال لتر، ما هو الاجابه؟ شو راح يطلع؟ يعني اول سؤال راح يكون على هذا الجزء من الماده انه ممكن يجيك سؤال بهذا الشكل: وات از ذا فاينل اوتبوت افتر اكسكيوشن ذا فولوينج كود. طبعا بالكويز القادم مش بكويز اليوم. الجزء الثاني بدي الحرف من الرقم سي اتش ار لل 65 راح يعطيني ايه، سي اتش ار لل 90 98 راح يعطيني حرف البي سمول لتر وهكذا. الان في بعض الارقام انا مش عارف شو بترمز، مثلا لو اعطيته 43 راح يعطيني الزائد. مش بصدد انه احنا نحفظهن، ما بدنا نحفظهن، يكفي ان نحفظ او نتذكر انه الاي كابيتال بتبلش ب 65، الاي سمول بتبلش ب 97، فبالتالي الاحرف الكابيتال لتر قيمتها اصغر من احرف السمول لتر. يعني لو انا اجيت حكيت لك، يعني الفكره لو اجيت حكيت لك مين اكبر، هاي هيك لقدام بالكومبارزون، مين الاكبر؟ العلي اكبر من الي، شو بتعطوني جواب؟ شو الجواب؟ خلينا نشوف كيف راح استخدمه. فبيحكي هون الجدول، طبعا الجدول ما بدنا نحفظه بس نتذكر، بيحكي اتذكر انه الاو ار دي بتجيب لنا الرقم من الحرف والسي اتش ار بتجيب لنا الحرف من اسمها كاركتر الحرف من الرقم، فهي بدها رقم وهي بدها حرف واحد مش كلمه. طبعا لو جينا لهون الاي كابيتال هي يقابلها ال 65 بالديسيمال والاي سمول يقابلها ال 97، ما بدنا نحفظهم، يعني مش مطلوب حفظهم بس كتذكير يعني، وهن بكل لغات البرمجه ثابتات اسكي كود. طيب نرجع للسيكونس اوف كاركتر اللي هو السترنج تاعنا تاع الشابتر. ببلش بدبل كوتيشن بنهي بدبل كوتيشن صحيح، ببلش بسنجل كوتيشن بنهي بسنجل كوتيشن صحيح. اس تساوي هاي مام ببلش بسنجل كوتيشن بنهي بدبل كوتيشن راح يعطي سنتاكس ايرور. سنتاكس ايرور خطا. طيب هنا بلش بدبل كوتيشن انهى بدبل كوتيشن وفي سنجل كوتيشن ما في داعي نكتب الفاصله السلاش شاي المائله على اساس انه نوضح انه هذا حرف من داخل الكلام،
لكن اذا بلشنا بسنجل كوتيشن، طبعا هذا الحكي احنا ناقشناه بالاول، اذا بلشنا بسنجل كوتيشن وانهينا بسنجل كوتيشن، ضروري ها ضروري جدا وانتبهوا لها انه احنا نكتب السلاش شاي ونبين انه هذا هو حرف من الكلام، وراح تنطبع هاي بدون هاي، هاي ما راح تنطبع عند الاوتبوت، راح يطبع لي هاي وراح يطبع لي هاي، وهاي هون مطبق البرنامج وطبعناهم وجربناهم وجربنا على فاديا وفادي. الاندكس اهم شيء بالموضوع، الاندكس باقي الشابتر بيعتمد على هذا السلايد. الاندكس ببلش بالكلام من عند الحرف الاول. جميله مثلا هون جميله، الحرف الاول الاندكس له صفر، الكمبيوتر ببلش من صفر، هذا الاندكس له صفر، هذا الاندكس له واحد، هذا الاندكس له اثنين، هذا الاندكس له ثلاث، فالاندكس ببلش من زيرو. طبعا هذا اخر حرف ثلاثة، هاي ثلاث أربعة خمسة ستة، هذا ستة، ستة هن سبع أحرف بس 0 1 2 3 6. طبعا بقول لك آخر حرف كمان ببلش ناقص واحد، بالعكس هذا ناقص اثنين وهكذا. خلينا نيجي لهذا السيناريو ونشوف احنا كيف ممكن احنا نستخدمه. قصة الاندكس، كيف قصة الاندكس ممكن نستخدمها. خلينا نرجع على مثالنا هون، مثلا سامي، طبعا سامي خلينا نعتبرها single quotation، اوكي. وهنا انا بدي اطبع اس وبدي اطبع الحرف زيرو، بدي اطبع الحرف زيرو. مين هو الحرف زيرو؟ اس كابيتال لتر. مين هو الحرف 1؟ ايه سمول لتر. مين هو الحرف ناقص واحد؟ اخر حرف ناقص واحد الاي. مين هو الحرف ناقص اثنين؟ أم. مين هو الحرف ناقص ثلاث؟ إذن هاي ناقص واحد، ناقص اثنين، ناقص ثلاث، إي. مين هو الحرف أربعة؟ مين بيقول لي الآن سؤال مطروح، مين هو الحرف رقم؟ نشرحها بالشكل التالي. أول إشي بيقول لك الـ sequence of characters هي hello world، كلمة hello world بتبلش بـ 0 1 2 3 4 لغاية 10. إذا الرقم 11 out of range الهلو وورد، بدنا الناقص واحد راح يجيب لنا حرف الدي سمول لتر، اخر حرف ناقص واحد، ناقص اثنين بيجيب لنا حرف ال السمول لتر وهكذا. طيب نيجي لهون هلو وورد، بدي الحرف رقم واحد راح يجيب لي الاي اللي هو ثاني حرف. ليش جاب لي الاي؟ لان انا قلت له بدي الحرف الرقم الاندكس تاعه واحد. مين الحرف اللي الاندكس تاعه واحد؟ هيو هذا الاندكس تاعه زيرو وهذا الاندكس تاعه واحد، فراح يجيب الاي. اذا جاب الاي، جيب لي حرف الناقص واحد، الاندكس له ناقص واحد، فراح يجيب لي الدي. جيب لي الحرف ال11، بقول لك انا لهون 10، 11 شون فراغ ما بيش شيء، اوت اوف رينج ايرور، ران تايم ايرور. هذا المثال واضح واحنا طبقنا زيه قبل شوي على سامي. هون الان استخداماتنا وبالرينج، بدي من 0 الى 3 راح يجيب لي الحرف 0 1 و2، اما 3 ما بيجيبوش. خلينا نطبق عليه هذا البرنامج، ضروري نطبقه وناخذ منكم اسئله واستفسارات. خليني اطبق هذا انا وبناء عليها ببلش اخذ منكم انا اسئله واستفسارات، لانه صار في استفسارات على الرينج. هلو وورد واضح انها هلو وورد، في فراغ هون والفراغ زيه زي اي حرف. يعني لو قلنا شو الاو ار دي برنت لل او ار دي للفراغ، هاي هيك فراغ، بيقول لي الفراغ له وزن، الفراغ كمان اللي احنا ما بنشوفوش بالعين المجرده هو 32، 33 زائد ما بدنا هاي خلص، بس احنا نعرف انه الفراغ كمان هو عباره عن حرف احنا مش شايفينه بالعين المجرده، لكن هو حرفين ماخذ مساحه، وهو التوكنايزر تاعنا اللي بيفصل بين الكلمه والكلمه. بدي من 0 الى 3، البرنامج بيحكي بدي من 0 الى 3، شو راح يجيب؟ راح يجيب رقم 0، حرف رقم 0. احنا اشتغلنا على السيكونس اوف كاركتر، على الرينج، على من 0 الى 3. طبعا دائما بالبايثون الرقم الاخير من هون ما بيجيبه 0 1 2، فراح يجيب لنا راح يجيب لنا هذا 0 وهذا 1، هذا 0 وهذا 1 وهذا 2. أما ثلاث آخر إشي بالرينج هذا ال اللي هو ثلاث ما راح يجيبه، إذا ثلاثة ما راح يجيبه، الحرف الثالث ما راح يجيبه. والدليل لو رحنا نفذنا راح يجيب لنا H و E و L، ما راح يجيب
ال الثانية، لأنه الرينج الأخير ما بيجي. سؤال الآن، سؤال على هذا الموضوع، لها إنه دائما الحرف الأخير، عفوا الاندكس الأخير ما بدخل، زي الفور لوب، الرينج الأخير ما بدخل، الحد الأخير ما بدخل. فسؤال ثاني أذكى منه بطريقة ثانية، خلينا نأخذ سؤال ثاني، إنه من 3 إلى 8 ضمنيا كان فيه هنا واحد يقفز من واحد 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 على الحرف ضمنيا، لكن مش دائما ضمنيا بتشتغل. هذا الاوبشنال الثالث اللي هو قديش بيقفز قفزه، حرف حرف ولا حرفين حرفين. لو انا رحت حكيت له من ناقص 2 الى مثلا 5، فهو بده يمشي عكسي من الحرف الناقص 2 الى الحرف الخامس، وامشي لنا ناقص 1، يعني اقفز حرف حرف من عند الناقص 2 الى مش عارف وين. يلا شو راح يطلع الجواب؟ فبدنا اجابه من الجميع. صار مفهوم السلايد هذا، انه بتبلش من كذا الى كذا من فقره بناء على الاندكس، ببلش من 0 الى، من 0 الى، ببلش من 0 الى ما لا نهايه، من 0 الى 3 راح يجيب لي 0 و1 و2، الثالث ما راح يجيبه، ف H و E و L. بلش لي من 3 الى 7، 0 1 2 3 من ال هاي، L و O فراغ و W ل 7. هنا هون انتبهوا لهون، بلش لي من الاول للاخر عادي، من اول حرف لاخر حرف، بلش لي من 6 الى 8 راح يجيب 6 و7 وما راح يجيب 8، من 7 الى ناقص 1، اذا من الحرف السابع الى ما لا نهايه الى اخر واحد، بس الدي ما راح يجيبها. طيب هون السلايسنج، هاف سلايسنج، هون بيحكي انه بدك تدور انت على الحرف الفراغ وتبلش تشتغل من عنده، من عند الست للاخير ماشي الحال. هون بيحكي ممكن انك تبلش من الحرف الاخير الى 11، من الحرف 6 ل 11 بيجيب لنا الكلمه الثانيه، من 5 ل 11 بيجيب لنا الكلمه الثانيه بس بيجيب الفراغ معها، بدك تنتبه. هون هو بيقول لك من 0 الى 5 بيجيب الكلمه الاولى، ومن 6 الى 11 بيجيب الكلمه الثانيه. يعني لو بدك انت مثلا تعرف السيكونس، من 6 الى 10 راح يشيل الدي، فما راح يجيب الكلمه الثانيه، ال 11 تيجيب الدي. هاف اوبن رينج سلايس، هو بشرح عن هاي المشكله. من 6 الى 10 راح يروح علينا الحرف الاخير، فبنعطيه له ال 11. هون مش اوت اوف رينج، خليني نجيها هون. هنا من مثلا 6 الى 11 مش اوت اوف رينج، طبعا هنا واحد بدها تكون اول ما كتبناش، فراح يجيب لنا وورد. لو كتبنا ل 10 راح تروح علينا اخر حرف، فاحنا بنقول له ل 11 لانه 11 مش داخله، مش اوت اوف رينج. لا نفكرها انها اوت اوف رينج، هو بناقش هاي المشكله. نفس الشيء بحكي لو بدنا نمشي عكسي، محمد العمر انتبه، لما حكينا ناقص 2 اذا راح يجيب من عند حرف ال لعند 7 او 6 لهون راح يجيب لهون، طبعا الستة مش داخله، فال ار او بيجيب من عكسي. هذا يقودنا الى انه احنا نستخدمها بطرق كثيره، من 0 الى 11 وجمب 2. في جمب 2، انه لاحظوا هون اذا بحاجه بنطبقها، هي مش بحاجه اتوقع. هذا الحرف 0 وزيد له 2، 1 2، من هنا بقول لك جمب 2 مش جمب 1، 0 1 2 0 1 2، بنزيد 2 تيجي لهون ال، هاي 2 3 4 هاي 4 5 6 هاي 6 7 8 هاي 8 9 10 هاي 10، وطبعا هو 11 ما راح يروح لها، فراح يجيب لنا الاتش، لاحظوا، والال والاو والدبليو والار والدي، بصير يقفز. طبعا هو شارحها تماما هون، شارحها الرسائل اللي بعديه بيحكي بيقفز ترى من الحرف الاول للحرف الثالث، زيرو ال1 ما بيجيبوش، ال2 بيجيبوا. شوفوا هالسترينج اللي هون، مثلا بدي هلو وورد من الى ناقص 1، يعني من اخر حرف لاول حرف ناقص، فبجيبوا ريفرس، الدي والال والار بيجي بيمشي معه ريفرس. هذا الامر يعني لما بده يقول لك جيب لي الاحرف ريفرس بيمشي عليهم ريفرس. فلاحظوا اول شيء جاب لنا الدي بعدين الال، انا ما حددت له من وين، من الى ناقص 1، يعرف مباشره انه من اخر حرف لاول حرف ناقص 1، وكاني قلت له من ناقص
واحد إلى ولا إلى آخر إشي هون. خلينا نطبق هذا التمرين ونأخذ منكم أسئلة. فلو أنا جيت حكيت له هون نطبقه على السبايدر، فلو جيت حكيت له هون بدي من ناقص واحد إلى صفر، وطبعا أكيد بده يمشي بالناقص لأنه ببلش من الأخير للأول، راح يعطيني كل الكلام ما عدا الحرف الأول الأتش، ما أعطاني إياهوش لأنه أنا قايل له صفر. طب مشان يجيب لما لا نهاية بجيب لغاية الأتش، بجيب الأتش. فهاي هون العكس.